أهلا المشاهدين الكرام، مشاهدي أنفاس بريس. نحن اليوم داخل أهم مؤسسة تدعم القضية الفلسطينية، وكالة بيت مال القدس الشريف. يعتز المغاربة به، ويعتز العالم به، ويعتز أيضا الفلسطينيون بهذه المؤسسة التي تقدم لهم الدعم الميداني، إضافة إلى عمل لجنة القدس التي تعمل بشكل سياسي ودبلوماسي. نحن دائما في إطار هذه المؤسسة سوف نحاور مديرها المكلف بالتسيير السيد محمد سالم الشرقاوي. سيد محمد سالم الشرقاوي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا، كيف الحال؟ الله يسلمك. بخير، شكرا جزيلا على قبول استضافتنا في هذا الفضاء الجميل جدا، واللي كنعتبره واحد الفضاء مصغر لفلسطين العزيزة على قلوب جميع المغاربة. دائما في هذا السياق، يعني تمت بعث صاحب جلالة محمد السادس نصر الله رسالة إلى الأمم المتحدة مذكرا إياها بعدد ما يمر به الفلسطينيون. ما هي قراءتكم لهذه الرسالة؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. طبعا الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس اللجنة الأممية المكلفة معنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف، هي في الحقيقة تقليد سنوي دأب عليه جلالة الملك لتذكير المنتظم الدولي بأهمية بذل الجهود اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين بعد 7 سنوات أعتبرها سنوات عجاف من الجمود والمراوحة. وطبعا هذا لا يخدم مسار التقارب الذي يتعين أن تشتغل عليه المنتظم الدولي على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى مجلس الأمن، ولكن أيضا على مستوى الرواعية الدولية، لأنه احتكام الأطراف إلى مقررات الشرعية الدولية يبقى هو أساس الحل الذي يقوم على حل الدولتين، دولة فلسطينية متصلة جغرافيا قابلة للحياة على الحدود 4 يونيو عام 67. وطبعا هذا ما جاء في رسالة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، التي أكد فيها مجددا على موقف المملكة المغربية الداعم للأشقاء الفلسطينيين، لمؤسساتهم الشرعية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس. طبعا هذا التعاطف والتضامن المغربي مع أشقائنا الفلسطينيين يحتكم على منهجية دأب على تكريسها جلالة الملك حفظه الله على رأس لجنة القدس من خلال تلازم المسارين السياسي الدبلوماسي والميداني. نعم، سوف نفصل أكثر ضمن هذا المسارين، لكن كيف ممكن أن تحدثوا على تضامن مغربي عميق وفي التاريخ، ضارب في التاريخ للشعب الفلسطيني، سواء في الماضي أو الحاضر، وأيضا حتى على مستوى الاستشراف في المستقبل؟ أعتقد على أن الرسالة الملكية أيضا أشارت إلى أن التضامن المغربي مع الفلسطينيين هو تضامن مبدئي وثابت، لا يقوم على الشعارات وعلى الادعاءات المزيفة، ولكنه يقوم على مسيرة تاريخية تمتد لأكثر من 1000 عام. عندما سير المغاربة أسطولا لنصرة الفاتح صلاح الدين لفتح عكا ومنها إلى القدس، ولكن أيضا عندما رابط المغاربة في أكناف بيت المقدس، في أقرب نقطة إلى بيت المقدس في حارتهم المشهورة التي هدمت عام 67، وهو رباط مستمر إلى اليوم. وهذا التضامن له مظاهر مختلفة، عندما يقدس المغاربة الحج ذهابا وجيئة، أو عندما يسافرون لطلب العلم، أو عندما سافروا للجهاد في مراحل مختلفة، منها نصرة الجيش المغربي للأشقاء في الشام في حرب أكتوبر وقبل حرب أكتوبر. لذلك التضامن المغربي يقوم على هذا الإرث التاريخي المهم والمشرف، ولكن أيضا يقوم في عصرنا الحالي على عهد الملك محمد السادس حفظه الله على منهجية أخرى تقوم على الواقعية، على أن الفلسطينيين والإسرائيليين مصيرهم وقدرهم أن يعيشوا في نفس المكان على نفس الجغرافيا، وطبعا كل حسب خلفيته واتجاهاته وما يعتقد أنه يخدم مصالحه، ولكن مصيرهم أن يتعايشوا
أن يتقاربوا، أن يتواصلوا، أن يتحاوروا، ثم أن يصلوا إلى النتائج التي تفضي إلى قيام الدولتين. هذا هو مصير حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن حق طبعا الشعب الفلسطيني كما يقول جلالة الملك أيضا أن يعيش على دولته المستقلة بأمن وأمان. وقد أشار جلالته في رسالته السامية إلى نداء القدس الذي وقع في الرباط في 30 مارس 2019 مع بابا الفاتيكان، وكان نداء نعتبره وثيقة مرجعية تؤسس للجسور التي يتعين أيضا بناؤها، جسور التفاهم والحوار مع مختلف أتباع الديانات السماوية، الذين أيضا يحق لهم أن ينعموا بالطمأنينة وهم يؤدون مشاعرهم في مدينة القدس. نعم، بالنسبة يعني بيت مال القدس يعني هو يعد من هذه الأذرع ديال لجنة القدس، يعني كيف ممكن الجمع بين ما هو دبلوماسي وفي نفس الوقت ما بينه هو ميداني، وهل من السهل الجمع بينهما؟ هذه هي المنهجية التي أشرت إليها سابقا، التي يقود بها جلالة الملك حفظه الله لجنة القدس على مساري العمل السياسي الترافعي القانوني الذي تطلع فيه الدبلوماسية المغربية بدور مقدر، ثم على المستوى الميداني الاجتماعي الذي تقوم فيه أيضا وكالة بيت مال القدس الشريف بدورها. تلازم المسارين طبعا يخدم الفلسطينيين الذين يحتاجون نعم إلى الترافع القانوني والإسناد القانوني والسياسي، ولكن يحتاجون أيضا إلى الدعم المالي والميداني، لأن التحديات التي يعيشونها يوميا في مدينتهم هي تحديات صعبة. نحن نتحدث عن 87% من الفلسطينيين المقدسيين تحت خط الفقر، نتحدث أيضا عن أنهم يحتاجون إلى 120 ألف وحدة سكنية لسد الخصاص، نتحدث أيضا عن أنهم يحتاجون إلى 3000 غرفة صفية لتدارك الخصاص في المدارس، ثم نتحدث أيضا عن أرقام مقلقة في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، ثم نتحدث الآن أيضا عن عدد من المقدسيين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الإغلاقات ونتيجة أيضا تدابير الطوارئ الصحية المطبقة بعد تفشي جائحة كورونا. بيت مال القدس الشريف، وحيث أن اشتغاله هو اشتغال اجتماعي صرف بتوجيهات من جلالة الملك للعناية بالقطاعات الاجتماعية وخصوصا المشاريع الملموسة التي يعود أثرها على الناس، تحاول وقدر طبعا الإمكانيات المتاحة لديها أن تستجيب لجزء من الحاجيات. وقد كانت المؤسسة تقريبا الوحيدة التي كانت إلى جانب أصدقائنا في القدس في الأيام الأولى لتفشي جائحة كورونا في العام 2020، ثم استمرينا أيضا ببرنامج للطوارئ عام 21، ثم أيضا على مستوى الترميم، على مستوى مشاريع التنمية البشرية، على مستوى إسناد التجار بمنصة للتسويق الرقمي من خلال التجارة التضامنية والاجتماعية، وغيرها من المشاريع المؤسسة التي بلغت هذا العام 3.7 مليون دولار. نعم، بالنسبة لبيت مال القدس طبعا هذا التحرك كله يعني ميداني يحتاج إلى تمويل، إلى أي حد هناك التزام من الشركاء ومن باقي الأعضاء في الالتزام بتمويل هذا البيت مال القدس الشريف؟ دعني أقول لك أولا على أن تمويل وكالة بيت مال القدس الشريف بحكم قوانينها يستند إلى التبرعات أو المساهمات الطوعية. في مراكش عام 2014 في اجتماعات الهيئة التقريرية رفعنا هذه الصيغة الطوعية إلى صيغة الإلزامية، ولكن لم يجد تنفيذها إلى الآن. نحن طبعا نتطلع إلى أن نتمكن من تعبئة التمويلات الممكنة لإنجاز أكبر قدر من المشاريع، وفي انتظار ذلك نشتغل بالإمكانيات المتاحة لدينا، وهي تقريبا ممولة كليا من المملكة المغربية في حدود 87% من مساهمات الدول. كما قلت لك الرقم الذي وصلنا إليه هذا العام، ونتوقع إن شاء الله أن نصل إليه في نهاية هذا العام، هو 3.7 مليون دولار، وهو رقم معقول لا يرقى إلى طموحاتنا، ولكنه يبقى رقما معقولا موزعا مرشدا، نعرف وجهته ونعرف أيضا
أثره على الناس. لذلك عملنا آليات لاختيار المشاريع تتحلى بنوع من الصرامة أحيانا لا تعجب الجميع طبيعي، ولكن نظرا لمحدودية التمويل آثرنا أن تكون هناك أولويات. الأولوية هذا العام للقطاع الاجتماعي الذي استأثر بتمويلات الوكالة في حدود 67% من حجم التمويلات، تليه طبعا قطاعات أخرى بما فيها الترميم والإسكان الذي اهتمينا به أيضا نظرا لحاجة الناس إلى ترميم بيوتهم، ورصدنا لذلك مبلغ 360,000 دولار هذا العام، بالإضافة إلى مشاريع التنمية البشرية كما قلت التي استهدفت 10 جمعيات وهي تمويلات صغيرة ومتوسطة بمبلغ 300,000 دولار هذا العام، بالإضافة إلى المبلغ المرصد لاستمرار الطوارئ الصحية نظرا لاستمرار أيضا تفشي الجائحة مع الأسف، وكان في مبلغ في حدود 250,000 دولار. نعم، هذه المشاريع يعني مهمة إلى أي حد أنه تجد انعكاسها الإيجابي على الفلسطينيين، وإلى أي حد يعني لأن من بين الملاحظات هو أن هل هناك توزيع مجالي عادل على مستوى الدعم الفلسطيني ككل؟ الحقيقة أنا دائما أقول لإخواننا وشركائنا في القدس على أن دعم الوكالة على قدر محدوديته وحنا نقوله بالمغربية قليل ومداوم أحسن من كثير ومقطوع. أقول لهم على أن دعم أموال وكالة بيت مال القدس الشريف هي أموال غير مشروطة، إلا بما نستطيع نحن وشركائنا المستفيدين من هذه الأموال أن نقيس به أثرها على الناس. فنحن حريصون جدا على أن كل درهم وكل أورو وكل دولار يحصل من التبرعات يصل كاملا إلى مستحقه، لا نستطع منه نسب الاشتغال أو نسب الإدارة إلى آخره، لأن تمويل مصاريف تسيير الوكالة مؤمن من قبل المملكة المغربية مشكورة في حدود 1,000,000 دولار في العام. فأثر هذه الأموال ووصولها إلى الناس إذا كانت فعلا مسيرة في وجهتها الحقيقية يكون لها أثرا إيجابيا، ونحن نحس بردات فعل إخواننا في المؤسسات، وقد وقفت عليها خلال زيارتي الأخيرة للقدس على أن هناك أثر، هناك استقبال طيب لمشاريع الوكالة وأفكارها، وهناك أيضا إقبال كبير على المشاريع على طلبات المشاريع، مما يؤكد على أن هذه المؤسسة لها قدر من المصداقية، وطبعا يتأتى لها ذلك بفعل الإشراف المباشر لجلالة الملك على عملها، مما يمنحنا القوة والزاد لكي نستمر في عملنا على القدس. نتأمل إن شاء الله أن نتدارك النقص في التمويل برسم العام 22. طموحاتنا هو أن نضاعف إنجازنا إن شاء الله في القدس، وما ذلك إن شاء الله على إرادتنا جماعية عربا ومسلمين بصعب. سيد محمد سالم شرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا سيدي، بارك الله.